تحية لكم مشاهدي منصة هنا لبنان أينما كنتم تتابعوننا طبعا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. حدث خطير وتطور خطير اليوم استفدنا عليه طبعا مع الاعتداء الإرهابي الذي وصف بالإرهابي الذي استهدف سفارة الأمريكية في منطقة عوكر، حيث قام مسلح بإطلاق النار على السفارة، ولكن تم يعني صار هناك تبادل إطلاق النار بين هذا المسلح فرد عناصر الجيش اللبناني الذي أصابه وتم نقله إلى أحد المستشفيات. طبعا يعني هناك العديد من الاستنكارات السياسية التي سمعناها حول هذا الاعتداء، وطبعا تم وصفها بأن هناك ربما صندوق رسائل من هذا الحادث. سنسمع أكثر من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج. اليوم بدنا نعرف هل من دلالات سياسية أم دلالات أمنية مع كل التطورات التي نشهدها اليوم إن كان في الجنوب أو حتى في غزة، خاصة يعني تم ربط هذا الموضوع بالمبادرة التي أطلقها رئيس أمريكا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن حول مبادرة الحل. ربما هناك ردود، نريد أن نسمع وجهة نظر. يعني فعليا أولا ما حصل مستنكر، وحقيقة ليس المرة الأولى في المدة الزمنية الفاصلة عم يكون في اعتداء على السفارة الأمريكية في عوكر. هذه المنطقة أولا يعني أول شيء دلالة على السفارة الأمريكية، ثانيا على المنطقة التي توجد فيها السفارة الأمريكية، كون هذه المنطقة هي منطقة آمنة ويعني مش مفروض أنه يكون في سهولة بالوصول لها. لهيك نحن يعني منطالب الأجهزة الأمنية بالكشف سريعا عن ملابسات الحادث، الكشف سريعا عن المخططين، لأنه واضح أنه المنفذين هن ناس يعني ينتمون إلى جماعات أكبر عم تخطط لتنفيذ هذا الاعتداء، وأكيد هذا الأمر نصفه بالاعتداء الإرهابي، لأنه فعليا في عدة رسائل هي مربوطة بالداخل وبالخارج، ليس مربوطة فقط بالخارج، كمان بالداخل اللبناني، بالتفلت الحاصل بموضوع عدم حصرية السلاح مع الجيش اللبناني الشرعي الوحيد، وهذا بيرجع بيفتح عدة يعني إذا بدك علامات استفهام حول ضبط السلاح الغير الشرعي يلي موجود، كان مع أطراف لبنانية بطريقة غير شرعية، كان مع أطراف فلسطينية داخل وخارج المخيمات، كان مع أطراف سورية، وهون نرجع منحذر من التواجد العشوائي لي يعني الغير الشرعي لعدد كبير من السوريين، يلي نحن صار لنا فترة عم نرفع صوت بهذا المجال. كل هيدا الأمر بخلينا نقول أنه الداخل اللبناني اليوم كله يجب أن يكون يعني مستنكرا على هذا الحدث، لأنه هذا الحدث ممكن يكون دليل إلى مخطط أكبر يعني لاستهداف استقرار لبنان واستقرار البعثات الدبلوماسية في لبنان. تمام، تم التحذير مرارا وتكرارا عن تفلت أمني ممكن أنه نشهده جراء طبعا التوترات الأمنية اللي عم نشهدها إن كان بجنوب، وأيضا الأوضاع اللي يعني عم تنتقل من الجنوب إلى كافة المناطق. اليوم هيدي مش الحادثة الأولى شهدنا فعليا في أكثر من حادثة كمان باتجاه السفارة الأمريكية. اليوم السفارة الأمريكية منطقة أمنية بامتياز، وبالتالي أي وصول إلى أمام السفارة يعني بده يكون صعب، بده يكون طريقه شائك. اليوم برأيك الموضوع كبير لدرجة أنه عم بيتم التخطيط له وعم بيكون محصن من قبل منظمات أو أنا جماعات؟ بترك للقضاء وللقوى الأمنية كشف عن ملابسات الحادث وكيف حصل، إنما أكيد اليوم التفلت بالسلاح، ونحن كنا شفنا أنه هذا الأمر كان فلتين على المعابر غير الشرعية أو على المرافق الشرعية، شفنا من خلال بورت رابلس شو كان عم بيفوت أسلحة. نحن اليوم لبنان بلد في بؤر أمنية، يعني في مناطق أمنية وفي بؤر أمنية، عم أقلك من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين غير شرعيين، وبالتالي يجب ضبط هذا الأمر. موضوع
ضبط التفلت بالسلاح هو بالأخير قرار سياسي لدى الحكومة اللبنانية أن تخطو بكل جرأة، ما بقى في صيف وشتاء فوق سقف واحد، لأنه هالتوترات يمكن تتكاثر، الوقت ضاغط، يمكن اليوم في مخططات ترسم، في حلول تطرح، وبالآخر هيدا الأمر ما بدنا لبنان يكون عم يدفع ثمنه، لا بدنا لبنان يروح على الحرب دون قرار، ولا بدنا يروح على توترات كمان بغياب القرار. طيب يعني اليوم نحط كل السيناريوهات اللي عم تنحط بالمعطيات اللي لها علاقة بالاستهداف اللي صار صباح اليوم. بالبداية نحكى انه السوري المسلح اللي استهدف السفارة هو ينتمي الى احد التنظيمات الارهابية وهو تنظيم داعش، هي من ضمن المعطيات اللي انطرحت. وايضا نحكى انه كمان السوري هو عم ينصر غزة بين أوسان وعم ينتقم من الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الفعل. أنا ما بدي أكون عم بستبق تحقيق، كله وارد ولا شيء مؤكد، يعني هذا اللي بينقال. بالآخر المطلوب أنه القوى الأمنية والقضاء أن يكون عم يحسم سريعا. بالآخر دايما بهيك إذا بدك استهدافات بيكون في رسائل عم ترسل. أكيد اليوم الجهة المخططة رح تكون عم بتحاول يعني استثمار بالأوضاع يعني التطورات، يعني عم أقول لك يعني اليوم الموضوع منه سهل، نحن بحاجة لكثير من التروي، بس الأهم بحاجة إلى قرار حازم بموضوع سلاح متفلت. نقطة أخيرة بس برأيك اللي صار التطور هو مفتاح، هو بيعني قرب الحل أو لا قرب التخبط والتفلت أكثر؟ لا يعني نحن اليوم على يعني بفترة فاصلة فيها تخدنا إلى مزيد من التوتر، فيها تخدنا إلى مزيد من الاستقرار. القرار بيد الحكومة اللبنانية، إنما أن تكون ضعيفة بتترك الجهات الخارجية اللعب على أراضيها، أو بتكون حازمة أمرها وبتسكر الطريق. شكرا كثير لك عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج. إذن مشاهدينا، دلالات سياسية وصندوق لتوجيه الرسائل الأمنية والسياسية طبعا يعبر عنه الكثير ويخشى الكثير من النواب والكثير من السياسيين في لبنان. إذن يعني سنبقى دائما نستمع إلى كافة المعطيات. طبعا نذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تابع هذا الموضوع مع وزير الدفاع موريس سليم، وأيضا اتصل بقائد الجيش للتنسيق حول كافة الملابسات وحول التحقيق في هذا الملف لمعرفة الخلفيات والأبعاد الحقيقية لهذا الاعتداء الإرهابي. شكرا للمشاهدين على حسن المتابعة. كما كنت محمد زهوي والزميل ربيع الدعو من خلف الكاميرا.